السلام عليكم. الحلقة بتاع اليوم باش نحكيه على موضوع مهم وما نصورش ثم موضوع أهم من موضوع المنتخب وتأهله الكأس العالم وتحضيراته للمونديال. هي مات التالي موقع أمريكي تكهن بجميع نتائج الدور الأول في مونديال قطر، نفس الموقع اللي يتكهن بالمنتخبات اللي باش تكون متواجدة في كأس العالم المنطقة الإفريقية قبل يوم وحيد من المقابلات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم. الموقع يقول انه المنتخب المصري رغم انه منتخب محترم، رغم انه منتخب وصل للنهائي كاس افريقيا وانهزم امام المنتخب السنغالي بضربات الجزاء، الا وانه الترشح باش يكون من نصيب المنتخب السنغالي. كيف الموقع يقول انه المنتخب التونسي باش يكون متواجد من ضمن الاربع المنتخبات العربيه المتواجده في المونديال، وهما المنتخب التونسي، المنتخب المغربي، المنتخب السعودي، والمنتخب المنظم المنتخب القطري. ونتصور كل توقعات الموقع كانت صحيحة 100%، رغم انه منتخب المالي كان الاوفر حظ على الورق للتأهل للمونديال، لكن التأهل كان من نصيب النسور. كيف وعليه هذا الكل ما يهمش. الموقع الامريكي يقول انه نتائج المنتخب التونسي في الدور الاول لكأس العالم باش تكون نتائج سلبية، هزيمة أولى في المقابلة الافتتاحية ضد منتخب الدنمارك بهدفين لصفر، هزيمة كيف ثانية ضد منتخب البيرو. لهنا الموقع يأهل منتخب البيرو على منتخب استراليا والإمارات بهدفين لهدف، وهزيمة ثالثة في المقابلة الأخيرة في المجموعة الرابعة ضد بطل العالم المنتخب الفرنسي بثلاثية نظيف. أكيد الموقع ما نجمش يكون صحيح 100%، ولا مش لازم نمشيو لقطر من نصله بما أنه منهزمين في ثلاثة مقابلات. يكمل الموقع يقولنا شكون المنتخب المتحصل على كأس العالم، ومش لازم المونديال يتقام من نصله، لكن بالنسبة للموقع واحد مع واحد يساوي اثنين. بالنسبة للموقع ياخو كل أخبار المنتخبات المتأهلة للمونديال، ياخو كل كبيرة وصغيرة على المنتخبات المتواجدة في المونديال. على سبيل المثال القيمة التسويقية لكل لاعب، القيمة التسويقية للمنتخب ككل، آخر نتائج المنتخبات، ترتيب المنتخبات عالميا، تاريخ المنتخبات في المونديال، ياخو كيف بالملاعبية المتواجدين مع المنتخبات متاعهم المتأهلة لكأس العالم، شنية عاملين ياندرا مع الأندية متاعهم، في أي نادي يلعبوا، في أي بطولة يلعبوا، قيمة النادي اللي يلعبوا فيه، اللاعب بيدو قدام الهدف سجل، قدام الأسيست سجل، قدام دقيقة لعب، المدافع قدام مقابلة الفريق متاعه مقبلش هدف. كل هذه النقاط الموقع ياخو بها بعد يقارنها بنقاط المنتخب اللي باش يواجه ويحدد نتيجة المقابلة. باختصار كيف ما نقوله، منتخب على الورق أفضل من منتخب، لكن حقيقة الميدان حاجة أخرى. ما ننسيوش كيف في عالم كرة القدم والحقيقة تقال بنسبة كبيرة، وقت اللي منتخب بيكون أوفر حظ على الورق من المنتخب اللي باش يواجهه، بنسبة كبيرة المنتخب الأوفر حظ هو المنتخب اللي ينتصر. سبيل المثال المنتخب البيروفي هو المنتخب الأوفر حظ اللي باش يكون متواجد في المجموعة الرابعة وباش يتأهل على المنتخب الأسترالي والمنتخب الإماراتي، لكن كرة القدم كل شيء فيها وارد. كجماهير للمنتخب، المنتخب البيروفي مانيش عاملين له حتى جرام قيمة، مركزين مع المقابلة الأولى، المقابلة الافتتاحية ضد المنتخب الدنماركي، مركزين كيف على المقابلة الأخيرة ضد المنتخب الفرنسي، ومباراة المنتخب البيروفي هذيك مقابلة في الجيب. لكن الحقيقة حاجة أخرى، تاريخياً المنتخب البيروفي في المونديال أفضل من المنتخب التونسي. على سبيل المثال المنتخب التونسي تحصل على مرة وحيدة على كأس إفريقي، المنتخب البيروفي تحصل مرتين على كأس أمريكا اللاتينية. كيف المنتخب البيروفي تاريخيا في كأس العالم وصل للربع النهائي في مونديال 1970. بيت نقول أنه الموقع الأمريكي استنتج أنه بالملعبية المتواجدين حاليا في المنتخب ما عدنا فين باش نوصلوا للمونديال، وهذاك علاش نقولوا يلزمنا ضخ دماء، يلزمنا دماء جديدة في المنتخب، وخاصة من الملاعبية المزدوجي الجنسية. على سبيل المثال أعطيني حاليا لاعب تونسي وحيد ينجم يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز كأساسي حتى مع فريق يلعب على تفادي النزول. يان فاليري لاعب ساوثامبتون فريق ومتواجد في المرتبة 12 في الدوري الإنجليزي، مؤخرا المقابلة الأخيرة انتصر على أرسنال هدف لصفر، يان فاليري كان أساسي
لعب مقابلة كاملة وتحصل على معدل 7.2 من 10 وقدم أداء محترم وأكثر من محترم في المقابل. وقت اللي نجي ونشوفه محمد دراجر في الدوري الأول الإنجليزي، مانيش نحكيه على الدوري الممتاز، لا الدوري الأول يعني بلغتنا احنا في البطولة التونسية الدرجة الثانية التونسية، وقتها محمد دراجر مع فريقه ما كانش يلعب كأساسي. هيك علاش يلزمنا ملعبية في قيمة يان فاليري في المنتخب التونسي، أولا حتى نكذبوا توقعات الموقع الأمريكي اللي تكهن بثلاثة هزام للمنتخب في المونديال. اثنين، بالملاعبية المزدوجين الجنسية ولا بلاش بهم، المنتخب التونسي ما هوش باش يهز كأس العالم، أما المونديال ورقة ضغط قوية في يد الجامعة التونسية لكرة القدم للملاعبية المزدوجين الجنسية اللي بهم بنسبة كبيرة المنتخب التونسي نجم يراهن وبقوة على كأس إفريقيا. كأس إفريقيا من 2004 إلى حد الآن أهم نتيجة قمنا بها هي النصف النهائي. هذاك علاش قلنا بالملعبية المزدوجة الجنسية، علاش لا السنة القادمة 2023 في الكوت ديفوار المنتخب التونسي ينجم يراهن وبقوة على الكأس هذه. ما أنه نحكيه على يان فاليري، آخر الأخبار تقول على حسب ليكيب الفرنسية الأخبار ما ياشي مؤكدة 100%، لكن لو نربطوها بالأخبار السابقة على اللاعب نجموا نتأكدوا من حقيقة الأخبار. الأخبار يقول أن الجامعة التونسية لكرة القدم نهائيا غلقت ملف يان فاليري باش يكون تونسي 100%. اللاعب فرحان بالمنتخب التونسي وفرحان بتقمص ألوان المنتخب التونسي. اللاعب إن شاء الله باش يكون متواجد في المقابلات الودية، المقابلات اللي بهم المنتخب التونسي باش يحضر للمونديال. هذا فيما يخص يان فاليري. بتبيع باش نكملوا نحكيوا على بقية الملعبية. بعض من الخيان يقولوا لي ثم لاعب يلعب في الفريق الفولاني في أوروبا، أحكينا عليه بإذن الله باش يجي الوقت وباش نحكيوا عليه، لكن ديما ثم حاجة أهم من حاجة، ثم ملعبية أهم من ملعبية أخرين في الوقت الراهن. مش كيف لاعب عنده قيمة كبيرة لو يتقمص ألوان المنتخب ولاعب مازال عمره 16 و15 سنة يلزموا برشا وقت باش يكون متواجد في المنتخب الاول، لكن هذا ما يعنيش يلزمنا نحكيو على الملاعبيه نتاعنا حتى لو كان عمارهم مازالت في الفئات السنيه. كيف كيف مش نحكيو على محمد زكي العمدوني، وهذا سكوب للحلقه القادمه. محمد زكي العمدوني حاليا في اوج العطاء نتاعو، محمد زكي العمدوني من افضل المهاجمين حاليا في الدوري السويسري. نقطة ضعف المنتخب التونسي تتمثل في خط الهجوم، يعني يقول القائل من أولويات الجامعة هي التفاوض مع محمد زكي العمدوني، لكن كل سبل التفاوض مغلقة مع اللاعب. هذا بطبيعة ما جاء على لسان اللاعب. إن شاء الله في الحلقة القادمة باش نحكيه على محمد زكي العمدوني وشكون يتحمل المسؤولية هذه. وفي الختام كيف العادة بيكم القدم والقدام، بلاش بيكم عادنا فين باش نوصلوا الدعم وكل الدعم. وفي الختام كالعادة تحيا تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.